شيء كيهضر على أكبر عملية نصب عقارية في التاريخ المغرب. 7 سنين وهذا لافير ناس الإخوان حتى اليوم وهي تفيق. هذا الموضوع دخلوا فيه الوزارة بنك المغرب. بنك المغرب دخلت في هذا الموضوع. هي قضية باب دارنا، أكبر عملية نصب عقارية في التاريخ العقار المغرب. باب دارنا إيه. Concernant l'affaire Bab Darna, nous suivons de très près ce dossier. غرقوا المواطنين وحتى الأبناك. بزاف الناس كيهضروا على أكثر من 800 مليون ديال الدرهم، 80 مليار ديال السنتيم. وفاش مؤخرا شدوا مول هذا باب دارنا، قلعوا معايا شحال لقاو في الكونت بونكير ديالو، في الحساب الشخصي ديالو. 80 مليار قلنا، شحال لقاو في الحساب الشخصي ديالو؟ 5000 درهم. نوعية النصب، الأموال الطائلة، الاموال في الاخير، حتى كما شفتي حتى في التصريح في الكونت بونكير الاخير ديالو فيه 5000 درهم هو رجل كبير ديال العقار. اكثر من 1000 واحد مشى لهم رزقهم. مليار يعني خدا هو من عندنا 5 الملايير وافونس المال الارض مليار، يعني 4 الملايير فين مشاو؟ حنا داك الشيء عندنا بالوثائق ومقاد. انني تنهضر معك استاذ جامعي خدمت 23 عام واللي جمعت كله في حياتي الدهلي. الصوره ديال العقار وديال المقاوله المغربيه عطاها ضربه قاضيه، وهذا الاسبوع صدر الحكم. 3 سنين من المعاناة، أكثر من 39 جلسة، أكثر من 3 سنوات ديال العذاب من أجل في هذه المحاكمة ديال باب دارنا اللي تعتبر أكبر عملية. السؤال هو كيفاش طرا هادشي؟ كيفاش هاد الملايير مشاو للجيب ديال هاد الشخص؟ وكيفاش أنت ولا أنت ولا الأقرباء ديالك ولا الأصدقاء ديالك يقدروا يحميوا راسهم من شي واحد إلا كان غادي يدير نفس العملية؟ وجدوا معايا ورقة وستيلو، أنا عزيز نوفل وهذه قناة المقاول. هاد باب دارنا الإخوان شركة مغربية وما كيناش غير وحدة، عندها بزاف ديال الفيليال وبحال شي أخطوبور وعندها الرجلين بزاف. كان عندهم في المغرب كتر من 14 مشروع عقاري، 14 بروجي، وكل بروجي كبير الإخوان. وكانوا دايرين واحد الاستراتيجي ديال قدم مزتي في الافونس قبل ما يتبنى داك العقار، قدم ما نقصوا لك في الثمن. هنا أول ألارم، وجاو مشاهير الإخوان بحال حسن الفت بحال الخياري وداروا لهم إشهارات. وشوفوا معايا اش كان قال حسن الفت في الاشهار اللي دار لهم. خدش انت وخوك جوج لي زابارتمون. ثلاثه. حنا غنعطيكم ثلاثه فابور. قلتي فابور؟ ها فابور غتسكنوا فيها الوالدين. الرضا، ولكن خصني نبيع لابارتمون القديم ديالي باش نشري واحد جديد. ناخذوه من عندك ونعطيوك واحد جديد. ريبريز. ريبريز. ولكن خويا عنده ارض. حتى هو ناخذوه من عنده ونعطيوه ابارتمون جديده. اه. ريبريز ابارتمون فيلا تيران كلشي. بغيت نصبغ غير 60% انايا. ماشي مشكل، 40% كريدي غراتوي. غراتوي فابور. فابور. ولا بغيت نسترجع التسبيق ديالي؟ تسترجعو كامل كامل كامل. قلتي كامل. دين عالي، شرا دار ليه ودار ليا والثالثة من مشروع باب دارنا هدية. داروا الطاباج الإخوان، خسروا الفلوس ديال بصح في لاكومونيكاسيون في الإشهار. فيما درتي كيبانوا لك، البانوات كيبانوا لك، كتشعل الراديو كتسمعهم، كتمشي للتلفازة كيبانوا لك، خسروا السخط ديال الفلوس في الإشهار. وهذه في الماركتينغ هي اللي كتسمى الأويرنس، لا نوتوغيتي. كيبينوا لك المصداقية ديال ديك لا مارك، حنا كاينين في كاع البلايص، يعني حنا معقولين. وداروا واحد الأثمنة جد جذابة، هنا واحد كازا في بوسكورة، في محمدية، داروا أثمنة جد مناسبة الهمزة. وفاش الناس شافوا دوك الأثمنة كاين اللي مشاو عطا 100% ديال التصبيق صبق الدار، بكثرت ما دوك الأثمنة ما كاينينش في السوق. باب دارنا كنا جالسين في رمضان تنشوفوا الإشهارات بحيث التلفزة المغربية ودوزام وممثلين كبار بحال سي الخياري كلهم كانوا يشهروا باب دارنا. والضامة العظمى هي مشى كيكسبوزي على برا، مشى لي صالون ديال لي موبيلي في أوروبا. وشكون مشى يستهدف؟ الجالية المغربية المقيمة بالخارج اللي كيصيفطوا لينا الدوفيزا الإخوان. ونصب على الجالية المغربية فرنسا في كندا. لو جروب باب دارنا اوبير دون ليموبيليي دوبوي اون ترانتين داني. La vocation du groupe est de créer des espaces de vie, de confort, de qualité et de sécurité. فهاد لافير الإخوان كنهضروا على أكثر من 1400 واحد اللي عطاو فلوس، اللي ما عطي والو عطي 30 مليون، 1400 شخص، 1400 واحد عاطين مليون كينطح مليون. دابا بغيتكم تجيو معايا نعرفوا شنو طرا لهاد الناس مساكن، وكيفاش نتوما تقدروا تتفاداو هادشي. جبد ورقة وستيلو غتعطيني ودنك مزيان. فاش كتبغي تشري دار، أول عقد كتسيني هو العقد ديال التخصيص. كيتسمى كونترا دو ريزيرفاسيون، كتريزيرفي داكشي اللي باغي تشري. ومورا 6 شهور كيكون واحد العقد اخر عند النوطير كيتسمى عقد ابتدائي.
وهذا المقاول وهذا المنعش العقاري اللي غيكون كيبيع لك هذا الملك خاصك تطلب منه جوج حوايج الا ما عندوش علق. اول حاجه هي التيتر وثاني حاجه هي رخصه البناء. وهذا باب دارنا ما كانت عنده لا هادي لا هاديك. لقاو دوك الاراضي اللي واخد ديال الوراثه وماشي ديالو وماشي في سميتو وفيهم الصداع وحط لي باليصات ديالو وما كاين والو ما كيملك والو كياخذ في لي زافونس من عند عباد الله. من بعد ملي ولات هاد الضجه مشينا كنشوفو كنقلبو لقينا الارض اولا ما ديالوش. وهنا باش كيتهموه كيقولوا انه زور الوثائق مع النوطير. سمعوا معايا المحامي ديالو اش كيقول. ان ليس هناك محررات رسميه توثيقيه تم التزوير في شانها او طالها التصوير. هذا موقف دابا شنو طرا الاخوان ديك الاويرنس وديك الماركتينغ وديك لا نوتوريت اللي عطى البراند ديالو بنادم تاعك. من نطاق الاخوان مشى عند النوطير سول غير بالشفاوي ما شافوش التيتر ما شافوش رخصه البناء. النوطير كيقول لهم اه بفمه ولكن الوراق ما كاينينش. داكشي علاش كيقولوا ما كاينش تزوير وما زوروش. هاد 1400 واحد مشاو عند النوطير ديالو والنوطير قال لهم اه راه كاين التيتر عندنا رخصه البناء وتيقوا وسينا واعطاو الفلوس. مارس من بعد مشينا عند الموثق. الموثق شرح لي هذاكشي اللي مكتوب بالفرنسيه بالعربيه. قلت ليه ما عنديش مشكل تنفهم اللغات بجوج. المشكل عندي سؤال واحد السي الموثق واش الارض ديالو؟ لان بالنسبه لي انا الضمانه الوحيده الثمن اللي عطيت قل من ثمن الارض ولا بحال ثمن الارض. اكد لي ان الارض. وهذا هو اهم درس الاخوان. خاص الوثائق تشوفهم ومن حقك تشوفهم. ملي تمشي عند النوطير قول له عطيني التيتر وعطيني رخصه البناء. ولا كنتي شاك ما تمشيش عند النوطير ديالو سين عند النوطير ديالك هو اللي غيغيز لك هاد الامور كامل. واخا تزيد الثمن انت كتكون مهني وكتحيد الشك حيت كتشوف بيبليسيتي كتشوف ان السيد ديال المشاريع ما يمكنش ما تثيقش. كتشوف الناس داخله خارجه يعني مافيجين بيبليسيتي يعني عنده هذا لاباتونت عنده الاكسي يعني ما يمكنش ما تثيقش. كتشوف زعما مشروع. ومن اهم الدروس ديال هاد لافير باب دارنا الاخوان كنشوفوا فنانين كبار كنشوفوا مشاهير كنشوفوا التلفازات كنشوفوا الراديوات. داكشي كاع اللي كيتيق فيه المغربي وداكشي الكبير والمؤسسات الكبيره تصيدوا وصيدوا مات الشخص. السؤال اللي خصنا نطرحوه مع راسنا دوك الاشهارات اللي كنشوفو عند لي زانفلونسور واللي كنشوفو في انترنت واللي كنشوفو الكريمات وكنشوفو شخص كيقول لنا ليكوش وكنشوفو شخص كيقول لنا شرب هادي غادي ترقاق واش داكشي منه ولا لا. هادو التلفازات وما ادراك ما التلفازات وفنانين كبار واللي كيراقبوا عندهم لي ماناجر وتصيد وكانت الصوره ديالهم غادا تضرب. يعني الاخوان ردوا البال من الاشهار قبل ما تشريو من عند اي منعش عقاري. رخصه البناء والتيتر خصهم يكونوا عنده. دابا هاد الناس واخا ربحوه خدا 15 عام ديال الحبس الاخرين فاش جمعوهم خداو شي 50 عام. النوطير تشد كلشي تشد. هاد الناس غادي يرتاحوا ولكن فلوسهم مشاو. هاد الملايير وهاد مئات الملايين ديال الدراهم تبخروا الاخوان ما غيعاودوش يشدوهم وغيدخل وغيضرب عليهم الحبس. شي كيقول هاد الشخص كانت عنده حسن نيه وما عرفش يسير وبقى كيعطي في الشيكات وتشد. شي كيقول بانه درسها وبغى يوصل لهاد الشيء وكبر عليه الماتش وتصيد. الله اعلى واعلم. القضاء ديالنا هو اللي غيقول هاد الشيء ماشي انا. كنتمنوا خير لجميع هاد الناس اللي مشاو لهم فلوسهم وان شاء الله ربي يعوضهم. كان معكم عزيز نوفل وهاد القناه ترتلي تغيير وتطوير العقليات.